أليكس من لاتفيا وقدم إلى هامبورغ عام 2009. عائلة خليل من تركيا وهو نفسه قد ولد في ألمانيا. بريسيلا 15 عاماً التحقت للتو بالمدرسة في ألمانيا وعائلتها من غانا. هيلين من سوريا فرت مع والديها وإخوتها منذ عامين إلى ألمانيا. المدرسة في بلادهم تختلف في أغلبها عن ألمانيا. تساعدهم خبراتهم في على فهم آلية نظام المدارس في هامبورغ. في السادسة يلتحق معظم الأطفال بالمدارس. يبقون 4 سنوات في المرحلة الابتدائية. ولتحضير الأطفال للمدرسة جيداً، يلتحق العديد منهم بصف الحضانة. بعد الصف الرابع يقرر الأهل أي شكل مدرسي يناسب ولدهم، حيث سيختارون بين مدرسة الحي والجيمنازيوم. أليكس في صدد إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية الأبيتور. خليل يغادر مدرسة الحي ليبدأ بالتأهيل المهني. بريسيلا تستعد للمرحلة الثانوية في مدرسة الحي وتريد أن تتقدم للأبيتور. هيلين في المرحلة الابتدائية. جميع الأولاد يذهبون إلى المدرسة، الإناث والذكور، والأولاد من كل الجنسيات، والأولاد من ذوي الإعاقة ومن دونها. تستطيع هيلين من شرفة بيتها أن تنظر إلى فناء المدرسة. اسمي هيلين من سوريا، 9 سنوات، وأنا في ألمانيا منذ عامين، وأسكن في ويلهامسبورغ مع أمي وأبي وأختي وأخي. أنا الآن في الصف الثالث. منذ عامين أتت هيلين مع عائلتها عبر طريق شاق من سوريا إلى هامبورغ. 6 أشهر استغرق الطريق إلى هنا، وقد انتقلوا مؤخراً إلى شقتهم الأولى في فيلهامسبورغ. صباح الخير يا أطفال، كيف حالكم؟ أنا بخير شكراً. سنتعلم الآن الألمانية. صحيح؟ كثير من الأولاد لا يتكلمون الألمانية في البيت، ولكن لكي تكون لديهم الفرص في الدراسة والمهن كغيرهم، يجب عليهم أن يتمكنوا جيداً من الألمانية نطقاً وكتابة، وكذلك من أجل مشاركة الفعالة في كل المواد. هل يمكن أن تصرفي هذا الفعل؟ أنا أنام، أنت تنام، هو ينام، هي تنام. هي تنام، بالضبط، رائع. ألفا، هل هذا صحيح؟ نعم، وأداة التعريف؟ بالضبط، الذي بعده. الشيء المهم هو أن يجل المرء الأطفال عندما يقومون بواجباتهم جيداً ويقول لهم عمل جيد، أحسنتم، لأن الأطفال في المرحلة الابتدائية يحتاجون إلى مثل هذا الإطراء من المعلمين. ما الذي لم يتم بشكل جيد يا هيلين؟ لقد نسيت نصي هنا. لا مشكلة، قد يحدث مثل ذلك بسبب التوتر. هل أعجبتك حصة الألماني اليوم؟ نعم. هيلين فتاة متيقظة وعاطفية وسريعة البديهة جدا، وأرى من الرائع أنها جاءت إلى صفنا، لأنها بذكائها تحفز الأولاد الآخرين قليلا. لنتفحص هذا إذن. من سيقوم بقرع الجرس اليوم في مجلس الصف؟ لكل ثقافة قواعدها الخاصة للتعامل الاجتماعي.
ولا يكون التعاون الجيد ممكناً إلا إذا التزم الجميع بأسس مشتركة. يتعلمون في المدرسة كيف تحل الخلافات وكيفية التغلب على المشكلات وآلية التعامل الجيد مع بعضهم بعضا. لا أريد أن يضحك جمال علي عندما لا أنجز شيئا ما. مجلس الصف هو المكان الذي يجلس فيه الطلاب في حلقة دائرية ويتعلمون آلية النقاش وإبداء آرائهم وكيفية الاعتماد على أنفسهم في حل مشكلاتهم دون تدخل المعلم. الدرس في المدرسة الابتدائية متنوع، يعمل الطلاب وحدهم أو اثنين اثنين أو في مجموعة. تلقي هيلين قصيدة وتعرضها أمام الصف. يجب أن تكون المدرسة أيضاً مسلية. إنهم طلاب مدرسة ابتدائية يحتاجون إلى أوقات للعب وأوقات للاسترخاء. نبقى هنا في مدرسة اليوم الكامل من 8 صباحا حتى 4 عصرا. تستمر الحصص الدرسية من 8 حتى 1 إلا ثلثا، يتخللها استراحتان كبيرتان. بإمكان كل الطلاب أن يتناولوا الغداء في المدرسة، حتى من لديه منهم حساسية أو من لا يسمح له بتناول بعض الأطعمة كلحم الخنزير. هيلين تتناول الغداء كل يوم في المدرسة. يمكن للطلاب في فترة ما بعد الظهر أن يختاروا دورة تعليمية من مجموعة دورات تقدمها المدرسة، وهي تختلف من مدرسة إلى أخرى. تقدم مدرسة هيلين مثلاً الشطرنج والرياضة والموسيقى والطبخ. ما أرجوه هو أن يحضر الأهل إلى اجتماع أولياء الأمور وأن يتبادلوا الأفكار في البيت مع أبنائهم. وقد أعلنت مرة أخرى في الاجتماع أنه من المهم أن يتحدث الأهل مع أولادهم فور عودتهم إلى البيت عن كل ما جرى معهم في المدرسة. في نهاية الصف الرابع يناقش معلمو الصف مع الأهل ما إذا كان الجيمنازيوم أو مدرسة الحي أفضل لولدهم، وفي نهاية الأمر فإن للأهل حق الاختيار. لقد اختار أهل بريسيلا لها مدرسة الحي. يمكن للطالب في مدرسة الحي أن يحصل جميع المؤهلات الدراسية. المؤهل الدراسي الأول ASA ويكون بعد الصف التاسع، أو المؤهل الدراسي المتوسط MSA ويكون بعد الصف العاشر، أو الأبيتور ويكون بعد الصف الثالث عشر. بسيلا الآن في الصف العاشر في مدرسة الحي في أويندورف. تذهب كل صباح مع صديقتها إلى المدرسة. أنا بريسيليا بير، 15 عاماً، عائلتي أصلها من غانا. أنا الآن في الصف العاشر في إحدى مدارس الحي. أنوي أن أتقدم للأبيتور حتى السنة 13. أنا في إحدى مدارس الحي لأني أستطيع هنا أن أتعلم أفضل من الجيمنازيوم، لأن التعليم هنا على عكس الجيمنازيوم أبطأ قليلاً وأكثر تنظيماً. التعليم والنجاح في المدرسة في عائلتنا مهمان ونتكلم بهما كثيراً، والمدرسة هنا تختلف عنها في إفريقيا. الذهاب إلى المدرسة هناك ليس واجباً، أما هنا فواجب، لكن والدي يريان أيضاً أن الذهاب إلى المدرسة والحصول على درجات جيدة شيئاً مهماً. Mein Name ist Barbara Schmidt.
Ich bin seit 4 Jahren Schulleiterin. اسمي باربارا شميل وأنا مديرة في مدرسة الحي هنا في هامبورغ منذ 4 سنوات. في مدرسة الحي يمكن تحصيل جميع المؤهلات المدرسية المتوافرة كالمؤهل الدراسي الأول والمتوسط والأبيتور، وذلك حسب الكفاءات التي يتمتع بها الطلاب والطالبات. الشيء المميز في مدرسة الحي هو أن الطلاب الأقوياء يستطيعون أن يتعلموا مع الطلاب الضعفاء في مستوى واحد. يوجد في صف بريسيلا 23 طالباً، أما صفوف الجيمنازيوم ففيها ما يقارب 27 طالباً، وبذلك يكون لدى المعلمين وقتاً أكثر لكل طالب على حدة. الطلاب ذو نقاط القوة المختلفة الذين ينتمون جميعا إلى صف واحد يساندون بعضهم بعضا ويمتلكون مهارة اجتماعية عالية يكتسبونها من تعلمهم معا، والملحوظ حقيقة أن الطلاب يستفيدون من ذلك فيما بينهم. في حصة الاجتماعيات ينشغل الطلاب حالياً بتاريخ ألمانيا وخصوصاً بالاشتراكية القومية، ووظيفتهم أن يصمموا رسالة من خلال تقديمهم تقريراً عن القيود اليومية. بريسيلا تقرأ نصها. 10 نوفمبر عام 38. عزيزتي إلزا، حدثت أشياء فظيعة في مدينتنا في الليلة الماضية. لم تعد الأمور كما كانت عليه. هم يسلبون منا هويتنا عن طريق تقييد حياتنا اليومية. إنه لمن المهم بالنسبة لي في حصة الاجتماعيات أن يعرف الطلاب ما معنى ديمقراطية، وأن يتمكنوا من تكوين آرائهم الخاصة، وأن يتعلموا كيف يوازنوا بين الأمور، وليس فقط أن يجيبوا بنعم أو لا. نحاول في مدرسة الحي من خلال مشاركة الطلاب في مواضع مختلفة أن نتعاطى مع الطلاب بشكل متكافئ، وأن نتعامل معهم بشكل ديمقراطي عادل. أريد أن أتحدث معكم عن مشكلة مطعم المدرسة، فقد كان هدفنا أن ننشئ هنا معا نموذجا متطورا من ثقافة الطعام المشترك الحسن، لكن ذلك لم يعد فعالا على نحو جيد. يمكننا أيضاً أن نسأل الطلاب ما الجيد بالنسبة لهم وما الشيء الذي يسعدهم. عندما يتعلمون تحمل المسؤولية يدركون مدى صعوبة إحضار الجميع معاً إلى قارب واحد. هناك يحصلون الكثير من المهارات في مجالي التواصل والتعلم الاجتماعي. هذه المهارات مهمة جداً لعالم اليوم. ولدينا في كل المدارس أيضاً مجلس أولياء الأمور الذي له أهمية كبيرة. إضافة إلى ذلك نقدم للأهالي فرصة للقيام بتدريب مهني يمكنهم من أن يصبحوا مرشدين وناصحين لبقية الأهالي، ومن جمع معلومات عن النظام المدرسي، وبذلك يكون التعامل على مستوى الأهل فيما بينهم. ولأن كثيرا من الأهالي لا يعرف شيئا عن النظام المدرسي هنا لكونهم مهاجرين جددا ولديهم مخاوف وهواجس كثيرة، فإننا نعلمهم بوجود مرشدين من الأهالي يمكن أن يقدموا لهم الدعم والنصح المطلوبين. إن مواد مثل الألمانية والرياضيات والاجتماعيات إلزامية لجميع الطلاب، أما بقية المواد فللطلاب حق الاختيار فيها. لقد اختارت بريسيلا مادة المسرح.
إن مدارس الحي عموماً ملزمة بدوام اليوم الكامل، وتقدم إضافة إلى الدوام النظامي دورات تعليمية لاكتساب خبرات حياتية جديدة. Du siehst so gut aus. Du siehst so erwachsen aus, wie eine richtige Mutter. Ich habe deine Fotos auf Facebook gesehen. Lass uns spuren. Ach komm. Hast du drei Kinder? Ja. Also ich habe in der Schule erfahren, dass ich sehr gerne Theater mache. لقد اكتشفت في المدرسة أني أحب أن أعمل في المسرح. لأني مثلت كثيراً جداً في المدرسة الابتدائية، وقد كان المسرح من أفضل المواد لدي. المشهد هو أن نتحدث معاً عما حدث في 10 سنوات الأخيرة. هل تزوج أحد؟ هل حصل أحد على وظيفة الأحلام؟ هل عند أحد أولاد؟ إنها لقصة مثيرة جداً، كيف التقيتم وكيف حييتم بعضكم؟ شكراً جزيلاً على هذا. ثم تأتي المجموعة التالية. في الصيف تتقدم بريسيلا للمؤهل الدراسي المتوسط. كثير من زملائها يبدأون بتأهيل مهني ما. بريسيلا نفسها ستلتحق بالمرحلة الثانوية لتتقدم للأبيتور بعد 3 سنوات. Ich freue mich in der Oberstufe, dass ich ما يسرني في المرحلة الثانوية هو أنني أستطيع أن ألغي بعض المواد وأن أقوي بدلاً منها المواد التي تهمني أكثر. وخليل أيضاً في الصف العاشر في مدرسة الحي. بالنسبة له فإن المدرسة ستنتهي بعد 4 أسابيع، عندها يريد أن يبدأ بتأهيل مهني، وهو الآن يحضر للمؤهل الدراسي المتوسط. فقد أنهى المؤهل الدراسي الأول في نهاية الصف 9، وقد تقدم خليل بكثير من الطلبات للحصول على مقعد للتأهيل المهني، ولكن حتى الآن دون جدوى. أنا خليل، 16 عاماً، تركي من مواليد هامبورغ. أنا حالياً في الصف العاشر في مدرسة الحي في برامفيلد. إلى جانب ذلك يتقاضى 10 يوروهات إضافية شهرياً عن طريق إعطائه دروساً خصوصية. هو يعمل كثيراً جداً ولكنه لا يستطيع أن يدخر ماله. هل لديك من جديد يا خليل؟ أنا أنتظر نتيجة المدرسة. الطلبات ما زالت وستظل جارية. كل طالب يجب أن يكون مستعداً جيداً لمرحلة ما بعد المدرسة. لذلك تقدم كل مدرسة، سواء الجيمنازيوم أم مدرسة الحي، توجهاً مهنياً ودراسياً. لقد قلت للتو إن لديك المؤهل الدراسي ASA وأنت في صدد إتمام الMSA وطلباتك للتأهيل المهني ما زالت جارية. ليس من السهل العثور على مقعد للتأهيل المهني، وفي إطار التوجه المهني يجري السيد ملا محادثات فردية مع كل طالب على حدة، تماما كما حصل مع خليل. وفي نهاية الأمر يبقى خليل مسؤولا عن إيجاد مقعد للتأهيل المهني. نحاول أن ننصح كل طالب على حدة 3 مرات على الأقل، تماماً كحالة خليل في أثناء بحثه عن مقعد للتأهيل المهني، ونقدم المشورة لمقابلات العمل حول الأسئلة المحتمل قدومها وحول إمكانية التسويق الأفضل للنفس أو إجراء اتصال هاتفي، فهو أمر مهم جداً بالنسبة لنا، ونتابع عملية تقديم الطلبات حتى الحصول على نهاية سعيدة بتوقيع عقد تأهيل مهني. لقد قدم والداي لي دعماً هائلاً. أبي يسألني كل مساء بعد عودته من عمله عما إذا كان هناك من جديد في الطلب، أو أني حصلت على رسالة ما، أو أني قد بحثت عن وظيفة لي. الميزة الكبيرة لدى خليل فيما يخص شهادته المدرسية هي أنه يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً وليس ASA أو بلا شهادة، وأرى شخصياً أن ظهوره رائع، وإذا قدم نفسه في أي مكان فسيكون شاباً لطيفاً جداً. عندما التقينا خليلاً بعد 6 أسابيع
أخبرنا أنه لم يحصل على مؤهله الدراسي المتوسط. لقد افترضنا جميعاً أنه سيتخطى الـ MSA، وهو يفكر الآن في بدائل أخرى، إما أن يحصل بمؤهله الدراسي الأول على مقعد للتأهيل المهني، وإما أن يلتحق بإحدى المدارس المهنية للمشاركة في الإجراءات التحضيرية للتأهيل المهني. في الوقت الحالي ما زالت المدرسة مستمرة، وقد قمت بالفعل بالتسجيل في إحدى المدارس المهنية، وعندما لا أحصل على مقعد للتأهيل المهني فسألتحق في المدرسة. لقد قدمت الكثير من الطلبات، إحداها لهندسة الطاقة وتكنولوجيا المباني وتقنية التشغيل، وإحداها كأمين مستودع، ولم أحصل حتى الآن على أي جواب منهم. ما أرجوه لنفسي في المستقبل هو أن أكون أسرة أتكفل بها من المال الذي سأتقاضاه، وأن أصبح شيئاً مهماً. الأمل هو آخر شيء يموت. لحسن الحظ استطاع خليل في اللحظة الأخيرة أن يوقع عقد تأهيل مهني. إلى جانب هذا التأهيل المهني عنده فرصة استدراك مؤهله الدراسي المتوسط. نحن سنزوره في مكتبه الجديد. لقد حصلت على مقعد للتأهيل المهني كمتمرس في إدارة المكاتب. أستيقظ في 5:30 صباحاً وأجهز نفسي، وفي 7 أكون في العمل. غالباً ما أكون أول من يفتح الباب ويشعل الأضواء. بعدما يصل البريد أقوم بتحريره، كما أستقبل المكالمات الهاتفية أو أتحدث إلى الزبائن. Dann übernehme ich auch die Sache. Ja, also meine Woche besteht darin, dass أسبوعي يتمثل في أنني أعمل 3 أيام وأذهب إلى المدرسة المهنية يومين. إليكم إحدى الوظائف التي أتعامل معها بطريقتي كي تتمكنوا من التعامل معها بطريقتكم في المرة القادمة. يجب أن نصمم ورقة نمطية لإحدى الشركات التابعة الجديدة. إن نظام التأهيل المهني المزدوج ليس مجرد أن يتعلم المرء ويعمل في المؤسسة، وإنما أن يتعلم ويعمل في المدرسة أيضاً، وأن يستطيع أن يطبق في المؤسسة ما تعلمه في المدرسة، وعن طريق هذا التناوب يتعلم المرء أشياء جديدة دائماً. وعليك في المؤسسة أن تأخذ على عاتقك مسؤوليات محددة بشكل مبكر تتزايد ميادينها معك تدريجياً. وما يثير الاهتمام أن نظام التأهيل المهني المزدوج الألماني حسن السمعة خارجياً. والدي وعائلتي فخورون جداً بي، فقد أسعدهم بالطبع أنني على الأقل قد حصلت على مقعد تأهيل مهني بشهادة الإعدادية بعد عدم نجاحي في المدرسة الثانوية، وهذا يسعدني أنا أيضاً شخصياً ويشعرني بشيء من الفخر. الشكل المدرسي اللاحق هو الجيمنازيوم. الطلاب الذين يذهبون إلى الجيمنازيوم يطمحون إلى الأبيتور في 8 سنوات. هذا النموذج المدرسي مخصص نوعاً ما للطلاب الأقوياء، عادةً تحصل على توصية للجيمنازيوم. يمكن للأهل أيضاً أن يسجلوا ولدهم في الجيمنازيوم من دون توصية. إذا كانت النتائج بعد الصف السادس غير كافية، يرحل الطلاب إلى إحدى مدارس الحي. سنلتقي أليكس في وسط استعداداته للأبيتور. لقد كان أليكس بالفعل طالباً جيداً جداً في لاتفيا، لذلك فهو أيضاً في الجيمنازيوم في هامبورغ. أنا أليكس، 19 عاماً، أصلي من ريغا من لاتفيا. من 7 سنوات أتيت مع أمي إلى هامبورغ. انطباعاتي الأولى عن هامبورغ كانت مجموعة صور لمدينة التخزين شاهدتها في الإنترنت،
فقد ظننت بكل بساطة أن الجميع هنا يعيشون حقاً على الماء، ولكن عندما كنت للمرة الأولى هنا وجدت المدينة في الواقع جميلة جداً، تحمست كثيراً لأعرف كيف ستكون الحياة هنا. في 2009 كنت في 12 والتحقت حينها بالصف التحضيري في جيمنازيوم هام. لنقوي المفردات الجديدة، لقد عالجنا موضوع القصة الخرافية. قد يكون هناك أيضاً تعابير من مثل كان يا مكان وكلمات مثل الساحرة. يوجد في الجيمنازيوم أيضاً كما في الابتدائية ومدرسة الحي صفوف خاصة لتعليم الطلاب اللغة الألمانية قبل التحاقهم بالصف النظامي. التحق أليكس بادئ الأمر بصف تحضيري دولي، هو عبارة عن دورة مكثفة لعام واحد يتم فيها تعلم الألمانية في 18 ساعة أسبوعياً. إن الناس الذين أتوا إلى هنا اضطروا ربما إلى الفرار من بلادهم وفقدوا منازلهم وتركوا مدارسهم وتمزقت عائلاتهم وصداقاتهم، كل شيء هنا جديد بالنسبة لهم. فالمرء يحتاج هنا إلى هيكلية يمكن الاعتماد عليها وإلى أمان، وأنا أعتقد أن هذا بالضبط ما يقدمه أيضاً الصف التحضيري الدولي. يسكن أليكس منذ 7 سنوات مع أمه في شقة في بامبك. عندما أتيت من الصف التحضيري إلى الصف النظامي لاحظت مباشرة وجود الكثير من الطلاب هنا الذين يتحدثون الألمانية بطلاقة، ولكن بعد بضعة أشهر أصبحت مستقراً هنا واستطعت أن أتواصل مع الجميع بشكل جيد. إن الدرس في مدرسة ألمانية كان بالنسبة لأليكس أمراً غير مألوف. في مدرسته القديمة في لاتفيا كانت تعطى الأهمية لأشياء أخرى غير التي هي عليها. ما لاحظته أيضاً أن المشاركة في الصف تحسب، وأنه على الطالب أن يبدي الاهتمام ويتفاعل بشكل دائم، وأن تكون يده دائماً مرفوعة. في لاتفيا كان الأمر مختلفاً، لأن الطلاب المميزين هم الذين يجلسون بهدوء وصمت ويستوعبون كل شيء ويعكسونه بشكل جيد في الامتحان، كما أن الاحتكاك والعمل الجماعي والثنائي فيما بين الطلاب مطلوب هنا بشكل قوي. تعمل أم أليكس في الملاحة البحرية في هامبورغ. يتقابلان غالباً في المساء فقط ويتناولان الطعام معاً. عندما يكونان معاً يتحدثان الروسية. كانت أم أليكس تعمل في ريغا كمعلمة للغة الألمانية، ومع ذلك كان النظام المدرسي الألماني غير مألوف بالنسبة لها أيضاً. لقد اعتدت في لاتفيا على أن يحصل الأولاد على واجبات منزلية كثيرة، وهنا يأتي أليكس إلى البيت ويقول ويكرر: ليس عندي واجبات. ولكن لماذا؟ لا أستطيع أن أفهم. ولكني طرحت مثل هذه الأسئلة على المعلمة، فكان ردها أن الوضع هنا هكذا، فالأولاد ينبغي أن يتعلموا في المدرسة، والمدرسة ينبغي أن تكون مسلية وغير مجهدة. المدارس في هامبورغ ملزمة بدوام اليوم الكامل، لذلك فإن الكثير من الوظائف يمكن أن تنجز أثناء الدوام. كل عام يجري الطاقم التدريسي مع الأهل والأولاد أحاديث عن تطور ولدهم التعليمي، يتحدثون في ضوئها عن نقاط الضعف والقوة لدى الولد. لقد أعجبني النظام هنا كثيراً، حيث يمكن للطاقم التدريسي أن يعطي موعداً للأهل والأولاد ليتحدثوا معاً عن نقاط الضعف والقوة لدى الولد، ثم يعطى الولد استمارة يكتب فيها نقاط قوته ونقاط ضعفه وماذا يريد فعله ليصبح قوياً في كل المواد.
يكون أمام الطلاب في المرحلة الثانوية من الجيمنازيوم إمكانية اختيارات متعددة حسب رغباتهم. لقد اختار أليكس في المرحلة الثانوية لتخصصه بروفايل السياسة والاجتماعيات والاقتصاد مع مادة الفلسفة الفرعية. هو الآن في صدد إنجاز الامتحان الكتابي للأبيتور. أليكس طالب طموح جداً وقد حقق تقدماً مذهلاً، ففي حصة الفلسفة أراه طالباً مهتماً جداً في المسائل الفلسفية وفي كل المواضيع الأساسية، يقرأ كثيراً ويطرح أسئلة مهمة بحيث يدفع الصف في حصة الفلسفة إلى الأمام. يحق لحامل شهادة الأبيتور من الطالبات والطلاب أن يبدأ بدراسة جامعية أو بتأهيل مهني. أليكس يخطط لدراسة الهندسة المعمارية في كوبنهاغن. إن المدرسة بالنسبة لي رائعة، لأنك تطور قدراتك ومهاراتك وتتعلم كيف تتعلم، وعلى الصعيد الاجتماعي لديك إمكانية مثلى لكسب أصدقاء جدد وللتعرف على أشياء جديدة ولتنامي شخصيتك. بعد المدرسة أنوي أن أتابع دراستي في الجامعة لأن لدي شهادة الأبيتور، وأريد أن أستثمر إمكانياتي في ذلك، ودراستي ستكون على الأرجح الهندسة المعمارية. مثل أليكس، قد حصل في العام الدراسي السابق حوالي 6000 من الطلاب على الأبيتور من مدارس الجيمنازيوم في هامبورغ. بعد الصف العاشر بدأ مع خليل أكثر من 1700 طالب بالتأهيل المهني. كثير منهم يحصل كخليل أيضاً على مؤهل دراسي إلى جانب تأهيله المهني. يلتحق بالصف التحضيري كما فعل أليكس وهيلين أكثر من 2700 طالب في هذا العام الدراسي. مثل بريسيلا، يلتحق 42% من طلاب الحي بالمرحلة الثانوية بعد الصف العاشر.